مشاهدينا نحييكم من جديد من القضايا التي تدعو للتفاؤل ان يكون عندنا مجموعة من الشباب الذين صمموا وصنعوا سيارة مصرية خالصة وكانوا يستعدون للسفر الى مسابقة دولية في الولايات المتحدة الامريكية، لكن المشكلة انهم لا يجدون تذكرة السفر حتى الان. لما يبقى عندي مجموعة من العقول اللي تتوصل الى تصنيع وتصميم سيارة مصرية خالصة وتبقى مشكلتهم انه مفيش فلوس توديهم للولايات المتحدة الامريكية، مفيش تذكرة سفر، اعتقد انه ده يستحق انه الجميع يتضامنون معهم، نشجعهم ونشوف كمان ما الذي قدموه وما الذي صمموه وما الذي صنعوه. معي داخل الاستوديو 4 من المهندسين، احمد طارق مهندس سيارات. احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. محمد يحيى مهندس سيارات، اهلا بيك يا محمد. عبد الرحمن محمد مهندس سيارات، اهلا بيك يا محمد. عبد الرحمن. عبد الله محمد هشام مهندس سيارات. عبد الله اهلا بيك. طيب عايز ابدا، خلينا ابدا الاول باحمد طارق. احمد عايز افهم، انتوا ده تصميم لسياره مصريه خالصه وتصنيع ولا هي عمليه تجميع فقط؟ لا، هو حضرتك الموضوع كله احنا الحمد لله رب العالمين بدانا يعتبر من تحت الصفر كتصميم، تمام، ثم بعد كده تصنيع. طبعا الموضوع كله كان كطلبه، احنا اللي عاملين كل الكلام ده، يعني احنا اللي صممنا واحنا اللي كمان في نفس الوقت صنعنا. انتوا مهندس سيارات، انتوا خريجي في كليه الهندسه قسم هندسه المطريه جامعه حلوان، قسم ميكانيكا السيارات. هنشوف حتى مشاهد واحنا بنتكلم، نشوف بس مشاهد. هي دي السياره المصريه اللي انت دي، يعني اشرح لنا ازاي كيف توصلتم لها. والله هو المنظر اللي حضرتك اللي شايفه حضرتك ده اختبار للعربية، تمام، على جهاز اسمه جهاز الداينو. الموضوع كله ان الانجن ده، طبعا حضرتك شايف المنظر ده، احنا اللي عاملين كل حاجه فيه، يعني كمساعدين وكالموتور وكالشاسيه بتاع العربيه، ده كله تجميعنا وكله تصنيعنا احنا. احنا اللي جايبين الفكره واحنا صممنا ازاي يبقى الشاسيه بالمنظر ده وازاي يبقى الموتور في المكان ده، تمام، كل ده كان من تصميمنا احنا، يعني من تصميمكم. تمام. طيب انا عايز عشان اكمل معاكم هاخد محمد، يعني عايز اكمل، عايز اوصل الفكره، يعني ايه اللي خليني اقول انه دي سياره مصريه من تصميمكم ومن تصنيعكم؟ انا هقول لحضرتك، هي الفكره كلها في ان احنا في المسابقه بتظبط، بتشرط علينا رولز معينه، ان الموتور اللي راكب دوت بيبقى ليه هورس باور معين اللي هو 10 هورس باور، بس كنا مطالبين ان احنا بالهورس باور القليل دوت ان احنا نطلع نعدي محطات معينه، ان تطلع جريد تقريبا 40 درجه، وكانت في السباق ان احنا بنقعد 4 ساعات، ان احنا اللي بنختار المحرك، احنا اللي بنختار الترانسميشن، احنا اللي مصممين البادي والفريم، كل ده كله في بارتس احنا اخترناها من بره عشان المسابقه هي اللي بتشرطها علينا، وفي حاجات تانية احنا بنعملها في مصر بنصنعها صناعه مصريه. انتوا عشان داخلين مسابقه على مستوى العالم كله. ايوه بالظبط. اللي هتقام في الولايات المتحده الامريكيه، واللي يعني واحنا بنتكلم يعني نناشد الذين يمكن ان يساعدوا مجموعه من المكتشفين، لانه الحقيقه اذا لم نحتضن الذين يكتشفون والذين يخترعون والذين لديهم هذه العقول، يعني طب هنحتضن مين؟ يعني ليه نغتال ابنائنا بهذا الشكل؟ وبالتالي نحتاج الى يعني حتى رعايه حكوميه ورعايه خاصه. يعني نكمل قبل ما اشوف المسابقه الدوليه، ميزتها ايه هذه السياره؟ ميزه السياره ان المسابقه بتفرض عليك رولز معينه، انت بتختار بقى الرولز ديت على حسب تصميمك، انت هتقدر تعدي المحطات اللي هو قالها لك،
المحطات اللي في السباق الاربع الخمس محطات. فاحنا الاول بنعدي على ستاتيك، ولو نجحنا في الاستاتيك بنخش في الديناميك. بس فالمهم بقى في ان التصميم يعدي المرحله ديت، يعدي الخطوات بتاعه المسابقه. في نفس الوقت كمان العربيه دي بتمشي في حاجه اسمها اوفرود. الاوفرود ده اللي هو الطرق الغير ممهده. يعني ميزتها انها تصلح لان تستخدم في الطرق الوعره، الطرق الصعبه. تمام. هي الغير ممهده يعني. بتطلع لحد جريد 60 درجه حضرتك. تمام. طبعا الاول طبعا العربيه اللي احنا صنعناها دي او عملناها ديزاين لها الاول، بعد كده عملنا المانيفاكتشر بتاعتها، بيطلع الاول حاجه لها كذا تيست، بتخش التيست الاول لها انها تمشي في اول حاجه في بافد رود عادي. بعد وعملتوا التيست ده؟ نزفز التيست ده يعني بتطلع في ارتفاع 60؟ لا، الجريب بتاعها بيعدي ال 50. 50. هو انا حابب بس اضيف حاجه. هو فكره المسابقه اولا ان ازاي مجموعه من البوست جراديويتد، مجموعه من حديث التخرج والطلبه اللي في البكالوريوس، ازاي ان هم يبقى عندهم يعني محاكاه للواقع قبل ما يتخرجوا. هو بره بيفكر ان انا لما يكون عندي طالب لسه في اخر سنه لي ويبدا هو هاو تو ديزاين، هاو تو مانوفاكتشرنج، حاجه زي كده، بيبدا يقول له انت دلوقتي قدامك مجموعه من الريستريكشن عليك، مجموعه من القواعد، الحاجات اللي بتحكمك. ما ينفعش انت تعمل الحاجه الفلانيه، ما ينفعش انت تستخدم حاجه غير ليميتد باور معين، وازاي انت تبدع في اكمال التصميم ده. المسابقه دي من سنه 76، هي مسابقه كانت بدات في جامعه ساوث كارولينا في الولايات المتحده. بيشارك فيها دلوقتي طبعا فوق ال 120 دوله، من فوق ال 120 جامعه على مستوى العالم. احنا السنه دي بنمثل جامعه حلوان، واول مره جامعه عربيه اصلا وجامعه من مصر تشترك في المسابقه دي. احنا ايه المختلف او ايه اللي احنا بنقدمه؟ ان انت دلوقتي لما تكون طالب عندك القدره ان انت تصمم عربيه من الزيرو، يعني هو كل اللي هو بيفرضه عليك مجموعه من الحاجات وبيسيب لك انت الباقي. يعني هو بيقول لك كل الفكره عندك باور ليميتد باور خارج من الانجن، وكمل انت باقي عربيه. المفروض ان هي مطالب ان العربيه دي تعمل تبقى بيفيد رود واون رود، بيفيد رود واوف رود، عربيه اي تي في بيسموها اول ترين فيكل، قابله ان هي تمشي على الطرق الممهده والطرق الغير ممهده. في نفس الوقت العربيه دي مطلوب منها ان هي تجيب سرعه معينه، مطلوب منها ديورابيلتي عاليه جدا، ان هي تبقى تفضل في السباق اربع ساعات متواصله من غير ما يحصل اي فيلير لاي سيستم. مطلوب منك برضو ان في نفس الوقت ان انت تعمل تورك عالي جدا، وطبعا يعني بالنسبه للمهندسين شويه التورك والسرعه دول حاجتين مضادين لبعض، يا اما تجيب عزم عالي يا اما تجيب سرعه عاليه، فهو بيحكمك بين الحاجتين دول. فهو بيدخلك شويه في تفاصيل دقيقه جدا. انت دلوقتي لو انت وانت لسه طالب حديث التخرج عند وصلت المرحله ان انت تقدر تعمل حاجه زي كده، سهل جدا عليك انت بعد كده تقدر تعمل باسنجر كار عاديه، لان هي مفيش بقى القواعد اللي هو بيفرضها عليك دي، ما بقتش موجوده خلاص. الموضوع بقى اسهل تماما وابسط بشكل كبير، انت مفتوح لك الدنيا. طب مين انتوا بتعملوا هذه السياره بقى لكم كام سنه؟ ولا بقى احنا حضرتك بقى لنا حوالي 4 شهور زياده. اربع شهور خلصنا التصميم ديزاين العربيه والتصنيع بتاعها. عربيه العربيه عملنا لها التستات بتاعتها اللي هي يعني تصميم وتصنيع كمان خلصتوه. خلصنا التصنيع. العربيه هتشحن بكره ان شاء الله في الساعه 9 الصبح، تتشحن عشان تروح الولايات المتحده، توديها الولايات المتحده الامريكيه. وانتوا حصلتوا على تاشيرات السفر؟ كل واحد خد في التيم الفيزا بتاعته. احنا بس بنطالب اي حد مسؤول في تبع للبلد ان هو بس يساندنا في تذاكر الطيران. تذاكر الطيران بس السعر بتاعها مرتفع شويه. طبعا احنا ما عندناش امكانيه مثلا اللي احنا ندفع مثلا ازيد من مبلغ معين. طبعا لنا جالنا دعم من جامعه حلوان اللي هي تصفر حوالي 5 طلاب، حوالي المبلغ حوالي 50,000 جنيه. كان مبلغ طبعا احنا حوالي 22 طالب، فالمفروض هم كل واحد مسؤول عن جزء معين، مثلا عمل ديزاين معين فالمفروض يتسال، لان احنا بنعمل المسابقه دي احنا عايزين ناخد فيها مركز. فلما حضرتك بنصفر مثلا منهم 5 ممكن يسافروا المسابقه تكمل، بس طبعا هنقل طبعا ترتيب جامد جدا، لاننا يعني مطلوب مننا كل واحد يشرح ديزاين معين. يعني ده مسؤول عن مثلا عن ديزاين. احنا عندنا 7 اجزاء في العربيه، مسؤول سسبنشن، ستيرنج، باور ترين، بريك سيستم، بودي اند ارجومينكس،
شاسيه وفي الكتريك ديزاين. فاحنا كل واحد ليه جزء معين المفروض يتسال فيه او يتناقش فيه في الديزاين اللي انت عملته ازاي، ايه الشوز اللي انت اخترتها، انت عامل الفلوس بتاعتك على ايه. الاختلاط طبعا انت كل واحد ليه مسؤول عن جزء، مهما واحد كمل مثلا الجزء بتاعه او عمل جزء كبير والتاني عمل مثلا الشرح بتاعه، عمره مثلا ما هيجيب الشرح اللي هو عمله او الديزاين اللي هو عمله. فاحنا بنناشد اي حد او اي حد مسؤول في البلد اللي احنا طالبين ده، يعني ده طلب لنا او طلب شخصي اللي احنا حد يساعدنا في تذاكر الطيران. تذاكر طيب. الطيران مرتفعه جدا، قيمه التذكره في مصر الطيران حوالي ازيد من 7000 جنيه. طيب يبقى الحقيقه احنا يعني من يساعد مجموعه من الشباب النابغين اللي صمموا وصنعوا سياره مصريه على السفر للولايات المتحده الامريكيه، يعني اعتقد انه على الجميع ان يبادروا بتسفيرهم، يعني كل من يستطيع ذلك عليه ان يبادر. ده حتى انتوا كنتوا في حاجه الى عنايه حكوميه، لكن ربما انه الحكومه الان في ظل الازمات الكثيره والمختلفه، لكن حتى ممكن وزير الطيران لما يسمعنا لديهم مساهمات فيما يتعلق ايضا بتذاكر الصف، لكن الاقامات والكل انتم خلصين. كل حاجه خلصت الحمد لله، احنا خدنا التاشيره والاقامه عندنا هناك في الولايات المتحده الامريكيه في تكساس في الباسو. طيب يعني علينا على الاقل ان احنا نزيح ونزيل هذه العوائق التي يمكن ان تقف امام طموح مجموعه من الشباب يحملون اسم مصر وسيشرفون مصر في مسابقه عالميه. محمود بدر منسق حملة تمرد، محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، وأنا بشكر حضرتك على إنك على الحلقة يعني وظهور الشباب دول، لأنه فعلا إحنا في وقت محتاجين نقول إن في شباب في مصر بيشتغل، شباب في مصر بيحاول يعمل بحث علمي، في شباب في مصر بيحاول يقدم نموذج مختلف ربما هو بعيد جدا عن التطحنات السياسية الموجودة، بعيد جدا عن كل حاجة، هيروح أكيد ينتخب ويدي صوته في الانتخابات، لكنه مشغول بحاجة فعلا ممكن تفيد بلده وفعلا ممكن تؤدي إن بلده دي تتقدم. عشان كده أنا فعلا بطالب وبضم صوتي لصوت حضرتك وبقول إنه لازم على الأقل معالي وزير الطيران المدني أو أي حد من المسؤولين يكون موجود دلوقتي، أو حتى رجال الأعمال المجتمع المدني، يعني المجتمع المدني يتدخل ويتكاتف ويساعد الشباب دول. أنا واثق الناس اللي بتسمعنا دلوقتي الذين يستطيعون أن يساعدوا مجموعة من الشباب للسفر، هم مش طالبين ميزة، يعني حتى الذين سيساعدونهم عليهم أن يتأكدوا، يعني كل المسألة الناس عايزة تذكرة سفر للولايات المتحدة الأمريكية لكي يتمكنوا من دخول هذه المسابقة العالمية بهذا التصميم وهذا الاكتشاف لسيارة مصرية خالص. محمود ده هنا ما هو ده كمان يخلينا نقول انه ما فيش جهات تحتضن النابغين او تحتضن اي حد عنده اكتشاف او اي حد عنده بحث علمي مهم. يعني هو في نقطتين مهمين، النقطة الأولى أعتقد إنه كنا حريصين في الدستور إنه نقول إنه ميزانية البحث العلمي في مصر يجب ألا تقل عن 1% من الإنفاق، وبالتالي تم رفعها بشكل او باخر ربما الرقم قليل، لكن تم رفعها دليل على انه يجب ان يكون توجه الدوله في الفتره القادمه هو رعايه البحث العلمي. النقطه الثانيه انه يكون في اليه للتواصل بين الباحثين المصريين دول ومشروعاتهم وافكارهم مع الدوله، ازاي تقدر توصل للدوله والحكومه. ويمكن في امبارح كنا بنسمع عن احد العلماء اكتشف شيء يعني قد يساهم في توفير المياه، واعتقد ان وزاره التخطيط والتعاون الدولي تعاونت معاه وخدت منه الفكره وقايد الان الدراسه، والراجل منهم بيتواصل. يعني انا اعتقد انه لازم توجه البلد في الفتره القادمه اذا كنا عايزين نبني ناسس لبلد حديثه بجد، لازم نتجه للصحه والتعليم والبحث العلمي، ويبقى في انفاق من الحكومه ورعايه للشباب دول اللي بيحاول يدور عن مستقبل افضل للبلد في وسط كل اللي احنا فيه. طيب محمود بدر بتوجه إليك بالشكر، ويعني هذه رسالة للجميع مش عشان الشباب اللي معنا فقط، لكن علينا أن نفكر في مظلة تحتضن كل العقول النابغة وتحتضن كل من لديه اكتشاف وكل من لديه اختراع.
خلينا هنا المسابقة دي مسابقة لها قيمة، يعني عايز أنوع وأنا بتكلم معاكم، المسابقة مسابقة لها قيمة، مسابقة دولية لها ثقل. طبعا لها ثقل، لأن هي وخاصة إن احنا بنمتاز في إن احنا أول سنة لينا، أول سنة لينا نشارك في المسابقة، وما شاركناش بديزاين بس، ده احنا شاركنا بديزاين. طيب أنا عشان بس معانا أستاذ سامح وشاحي من أستاذ سامح، أهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك سامح. اهلا بيك، انا مهندس سامح وشاحي، انا سعيد جدا بالشباب وانا متبرع ليهم باتنين تيكت من الشباب، وكنت اتمنى ان انا ادفع كل التيكتات بتاعتهم. لا ده كويس جدا انك تبادر يعني بالمبادرة الفردية بانك تتبرع بتذكرتين سفر للولايات المتحدة الامريكية، بحييك على هذه والله المبادرة. والله انا مبسوط جدا من الشباب وربنا هيوفقهم في المعرض، والمفروض الجماعة بتوع صناعة السيارات يهتموا بالشباب دولت. انا في صناعة تانية، في صناعة الورق والبلاستيك، بس لو في المجال ده كنت طلعتهم كلهم على حسابي. والله كويس انه هذا هو ما في طاقتك، يعني انك تتبرع بتذكرتين سفر للولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتوجه لك بالشكر وبأحييك على حماسك للبحث العلمي وحماسك للعقول النابغة. خلاص هتسيب بس التليفون في الكنترول وإحنا هنوصل الشباب بيك، لأنه الحقيقة إن إحنا نعمل خيوط اتصال بين مجموعة من الشباب والعقول النابغة وبين من يمكن أن يساعدهم، ليس تسولا، لا، ده الحقيقة ده هو ده الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع. على المجتمع في ظل طبعا الحكومة أزماتها الكثيرة والمتعددة لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور، يعني علينا أن نوجد مظلة مجتمعية لحالات ونماذج من هذه النماذج. بتوجه لك بالشكر وحنوصلك بالشباب بعد الحلقة إن شاء الله. المسابقة كنت بسألك، وتاني بقول انه كل من يستطيع مساعدة الشباب، طبعا السفارة الامريكية مش ممكن تديهم تأشيرات السفر الا اذا كانت واثقة يعني انهم جزء من هذه المسابقة العالمية وانهم استكملوا كل ما يتعلق بأوراقها. وهنا انا امام مجموعة من الشباب صمموا وصنعوا سيارة مصرية خالصة، مشكلتهم أنهم لا يجدون تذكرة السفر، حتى على من يتطوع من يتبرع عليه أن يتأكد من ذلك. المسابقة عالمية والسفارة الأمريكية منحتهم تأشيرات السفر. تفضل. أنا بس أحب في البداية أشكر أستاذ سامح أنه هو على الاتنين تيكت اللي هو هيساعدنا بيهم، وأحب أساعد برضو كل الاسبونسر اللي وقفوا معنا في المشروع، لأن إحنا نقوم ب هو انتوا كام واحد المفروض تسافروا؟ 22. في ان احنا نقوم في 4 شهور بان احنا نعمل ديزاين ونعمل برودكت نطلع بيه نسافر بيه لاول مره نشترك في المسابقه، وكفاني ان اساسا في جامعات تاني بتطلع بالبرودكت بيقوموا ديزاين في سنه ويطلعوا برودكت تاني سنه. لا احنا ضغطنا على نفسنا جدا في ان احنا عملنا ديزاين وبرودكت سنه واحده، فالوقت كان ما كانش كافي ان احنا نصنع وان احنا ندايزن العربيه، وفي نفس الوقت نفضل ندور على سبونسر وندور على ناس تشيل تذاكر السفر. فجينا في الاخر بقى خلاص ان الحمد لله رب العالمين، ربنا كرم والعربيه مسافره الصبح. ف يعني العربيه هيتم شحنها للولايات المتحده الامريكيه صباحا ان شاء الله، خلال ساعات يعني ان شاء الله رب العالمين، هتسبقكم للمسابقه العالميه ان شاء الله. بكل الوسائل هنحاول ان نبذل مجهودا عشان تسافروا ان شاء الله. في حد بس اضيف لحضرتك حاجه، هو الموضوع ده مش خاص بناس فئه معينه في البلد او مش خاص بناس معينه وناس تانية، لا الموضوع ده بيشرفنا كلنا كمصريين. تمام. طيب هاخد دكتور حسن من جده. دكتور حسن اهلا بيك. السلام عليكم استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني كتر خيرك حضرتك، يعني انك بتقدم يعني الشباب اللي يسعد وبيرفع من روح المعنويه لاي شاب موجود في مصر. والله انا واثق انه يعني دايما بقول انه المواهب في مصر يعني زي اللؤلؤ في اعماق البحر، يحتاج الى غواص لكي
يكتشفهم، وعشان كده انه المجتمع المصري لازم يلعب دور الغواص الذي يكتشف الموهوبين ويساعدهم، ونتمنى انه الناس تساعدهم وتمكنهم من السفر للولايات المتحده الامريكيه. بامر ربنا ان شاء الله نساعد ربنا. يعني احنا طبعا لما سمعنا كده فحبينا نشارك بحاجه بسيطه يعني، فانا يعني ان شاء الله ربنا يكرمني واشارك بتذكره برضو لواحد من المهندسين الافاضل اللي هيتاخد. بأحييك على هذه المبادره الفرديه دكتور حسن وروح الطيبه يعني. الله يبارك فيك، ده حاجه بسيطه جدا يعني. يعني ده وفقا لطاقتك. لا هي مش بسيطه، تذكره السفر للولايات المتحده الامريكيه. انا بأحييك على هذه المبادره. ظل الظروف اللي احنا شايفينها من الشباب اللي بيعملوا مشاكل في الجامعات والكلام من ده، فطبعا دول نشيلهم في راسنا يعني صراحه. طيب دكتور حسن، هتسيب بس حضرتك تليفونك في الكنترول هياخدوه عشان نوصلك بالشباب، واحييك على هذه المبادره، وهنعمل علاقه وحاله اتصال بين المجتمع وبين كل الموهوبين، يعني سواء المجموعه اللي معانا او اي مجموعه ثانيه. اتفضل. في بس حضرتك نقطه بس نتكلم فيها. المفروض تكلفه المشروع حوالي الديزاين بتاع العربيه حوالي 50000 جنيه. احنا ممكن وتكلفه الشحن بتاع العربيه 30000 جنيه. تكلفه الفيزا والطيران، طبعا الفيزا خلصت كانت تكلفتها حوالي 26650. تذاكر الطيران طبعا غاليه طبعا شويه، حوالي ازيد من 7000 جنيه التذكره الواحده. فطبعا كل واحد شارك بجزء من قيمه مثلا المبلغ ده، بنحب نشكره. طبعا في تذكرتين والتذكره اللي الاستاذ شارك بيهم. احنا كده لغايه دلوقتي في ثلاث تذاكر سفر للولايات المتحده الامريكيه. بس حبيت بس اضيف حاجه حضرتك، فيها كده اربع تذاكر. استاذ محمود بدر برضو هيشارك بتذكره لاحد من فريق اعضاء الفريق تذكره. يبقى احنا كمان اربع تذاكر. احنا بس في طبعا بحب اشكر جدا الدكتور احمد ابو اليزيد، ده رئيس القسم هندسه السيارات، وبنحب نشكر الاستاذ الدكتور محمد النشار، ده كان وزير سابق معانا في احد المشروع، وده احد عمالقه هندسه السيارات في العالم العربي. والاستاذ الدكتور ياسر صقر، والاستاذ الدكتور سمير الدين مرداش، بنحب نشكره. طبعا احنا بس عايزين حضرتك نقطه واحده بس، ان الوقت بس بتاعنا وقت صغير جدا. الوقت بنتكلم في حضرتك ان المفروض العربيه تشحن بكره. المفروض العربيه تشحن بكره، وانتوا المفروض تسافروا امتى؟ يوم 22. المفروض حضرتك على الاقل ان التذاكر تيجي يوم الخميس، المفروض التذاكر كلها تيجي يوم الخميس. فاحنا الوقت طبعا اضيق من اي حاجه، بس احنا املنا في ربنا طبعا الاول، بعد كده املنا في احد مثلا اي شخص يقدر يساعدنا. فاحنا كنا بس بنهتم بالوقت اكتر من مهتم باي حاجه، لان الوقت بس مش مساعدنا في اي حاجه. أنا واثق إن شاء الله إنه الناس ستبادر حتى بعد الحلقة بالاتصال بنا، وهي تتحمس لكم يعني. أنا كنت حابب بس بعد حضرتك أضيف نقطة، إن هو يعني الجامعة ساعدتنا كتير جدا، والكلية عندنا وخاصة القسم يعني قاموا بدور قوي جدا وساعدونا فعلا على قد ما يقدروا. يكفي إن أنت بتيجي بتطلب منهم يغيروا جزء من اللائحة، يعني إحنا مشروع ضخم زي ده ما كانش ينفع يعني ان كل الطلبه تبقى تكنيكال، يعني ما ينفعش ان كل طلبه بكالوريوس يبقوا لازم يكون عندك جزء من التيم شغال في الامور النون تكنيكال. فهم تفهموا الموقف ووافقوا على كده تماما، يبقى في بزنس بلان للشخص او المجموعه الجروب اللي هو مسؤول عن النون تكنيكال، ويبقى هو ده جزء من اشتهم في المشروع بتاعهم. الجزء الثاني برضو ان احنا في اكاديميه البحث العلمي ساعدتنا بشكل كبير، هي اللي قامت بتكلفه شحن العربية. هو بصراحة مجهود يعني يشكروا عليه جدا، وفي وقت قياسي طبعا. انت تخلص حاجة حكومية زي كده بتاخد وقت، فهم بصراحة ساعدونا جدا. انا كنت حابب ان انا والشحن هنا هيتم على 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 نفقات على نفقاتهم يعني. على نفقة اكاديمية البحث العلمي. تمام. طب يبقى هنا انا عندي الخطوات كلها مقننة وتوحي بالثقة، وبالتالي ندعو الجميع للتكاتف لتسفير مجموعة من الشباب المصريين النابغين العقول النابغة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاشتراك في مسابقة عالمية فيها كل دول العالم. والمشاهد اللي احنا شفناها هي دي السيارة التي صمموها. طيب أستاذ عمرو من المنصورة. أستاذ عمرو أهلا بيك. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا استاذ وائل انا بحيي حضرتك على الحلقه دي، والشباب دول بجد والله هم اللي شرفوا مصر، ودايما اتمنى من حضرتك انك تجيب ناس زي دول على طول يعني. ان شاء الله هنحاول نجيب العناصر التي توحي بالتفاؤل يعني. بالظبط عشان دول هيشرفوا مصر قبل نفسهم يعني، دول بيعملوا حاجه للبلد دي، فياريت الناس دايما تهتم بيهم يعني. وانا باذن الله حضرتك هتبرع بالتذكره يعني على قد الامكانيات وكده. بتوجه لك بالشكر وبحييك على هذه المبادرة الفردية وفقا لطاقتك، وحنوصلك بالكنترول، ويعني اعتقد ان الناس كلها متحمسة وتبادر لتشجيع مجموعة من المخترعين المصريين للسفر للولايات المتحدة الامريكية، خاصة ان السيارة التي صمموها سيتم شحنها خلال ساعات للمسابقة العالمية. لكن المشكلة أنهم لا يستطيعون السفر. 22 شابا من الشباب الذين ساهموا جميعا في تصميم هذه السيارة. طيب يعني هاخد كلمات أخيرة منكم وأنا بختم. محمد هاخد أحمد طارق في الأول. أحمد إن شاء الله هتسافروا يعني. إن شاء الله بإذن الله. هنا عندك إحساس أن أنتوا لو سافرتوا يمكن هي مسابقه يعني ممكن تكسبوا يعني؟ تمام ان شاء الله. او احنا عندنا اصرار وعزيمه قبل ما يبقى عندنا احساس ان احنا نكسب. احنا عندنا اصرار وعزيمه ان احنا ان شاء الله ناخد رانك كويس في المسابقه دي. تمام هنثبت للناس كلها ونثبت للعالم ان احنا بلد مش قليله. احنا الحمد لله رب العالمين فينا شباب بتفكر كويس، فينا ناس بتشتغل كويس، فينا حتى ناس بتحاول تساعد اللي عايزين يعملوا حاجه. فدي حاجه. والحاجه الثانيه احب بس اشكر الناس اللي ساعدتنا في التذاكر في التيكتس، وده ده 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 الحقيقه امر طبيعي يعني، والمصريين مع بعضيهم يعني. ان شاء الله وان شاء الله يعني هذه المبادرات تزداد خلال الساعات القادمه ايضا. هسال كمان محمد متفائل ايضا ان شاء الله هتسافروا ان شاء الله ربنا، متفائل ان انتم هتكملوا هذا التصميم وهذا الاكتشاف. المرحله الثانيه بتبقى ايه بقى؟ المرحله الثانيه بقى ان بيبقى في تطوير في العربيه، ان احنا اول مره بيبقى بنضجن على ان العربيه تمشي، ان العربيه تعدي الاختبار الاستاتيك، والعربيه ان شاء الله ربنا يعمل له عدت هتخش في الديناميك. فتاني خطوه بقى ان احنا وعلى فكره في مسابقات ثانيه احنا ممكن نشارك فيها بنفس العربية، بس ممكن بنعمل تطوير في الديزاين، نعلي مثلا الهورس باور، نعلي التورك اللي خارج، نجدد في السسبنشن، نجدد في اي حاجة من العربية بحيث ان هي تبقى اقوى من الاول. بس هو كان فكرة كلها في ان احنا نطلع برودكة الاول مرة. طيب عبد الرحمن ان شاء الله هتسافروا، شايف انه الخطوة القادمة ايه؟ هو انا بصراحه بقى بتمنى ان الفتره اللي جايه دي يبقى في توجه من الدوله ناحيه البرانش ده، التصنيع السيارات. دلوقتي احنا عندنا فعلا كوادر قادره تماما ان هي تقوم بالموضوع تماما، ان الناس برضو خلاص يبدا بقى تفكير المستهلك ان هو يخرج بره بوتقه ان دي براند معينه فانا عايز اشتري منها. لا، هو المنتج المحلي هياخد ثقه بس لما الناس تديله ثقه يعني. انت احنا لازم في الاول نبدا بصناعات مغذيه للسيارات عشان خاطر تقدر تنافس الاسعار اللي انت بتجيبها من بره. يعني اللي بيجيب حاجه تجاريه، سياره تجاريه من بره باي بقى براند معينه، هو عنده برودكشن لاين في دولته، صناعات مغذيه للسيارات بشكل ضخم جدا، بيخلي تكلفه تصنيع السياره بالنسبه له قليله جدا. فهو لما بيجي يجيبها هنا، حتى انت لو فكرت تصنع عربيه هنا في بشكل بقى برودكشن لاين شكل انتاجي، الموضوع صعب. ليه؟ لان انت ما عندكش اصلا الصناعات المغذيه للسيارات. فاحنا المفروض نبدا واحده واحده، يبقى عندنا صناعات مغذيه للسيارات في الاول. ايه المشكله لما يكون حتى السبير بارت بتاع الاجزاء اللي انا بشتريه، بتاع اجزاء العربيات اللي انا بشتريها من بره، يبقى انتاج محلي. يعني مثلا لو في تايرز الكاوتشات مثلا حصل تلف فيها، لازم يبقى عندي في الاول بديل، مصنع مصري بينتج التايرز دي از سبير بارت، يعني كقطع غيار لحاجه استهلكت قبل كده حتى لو مش احنا اللي مصنعينها. واحده واحده بتبدا الصناعات المغذيه للسيارات دي تشكل بشكل كبير جدا اساس وقوام لصناعه السيارات في البلد. وهو ده بس لازم الموضوع ده يبقى اتجاه حكومي، لازم بقى الدوله تبدا تبص شويه للموضوع ده
ويبقى سياسه الدوله ان هي تفكر في جزء من الصناعه دي، لان هي في دول بذاتها قائمه على الصناعات دي ان شاء الله. مين محمد من الرياض؟ استاذ محمد اهلا بيك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد. اهلا بيك، ازي صح؟ اتفضل. الحمد لله. بس انا عشان ما اطولش على حضرتك، انا عاوز ان شاء الله بس اتواصل مع اي حد من المهندسين اللي مع حضرتك، وانا هبعت تيكت. ابعت تيكت يعني. سعيد بحماسك ده وسعيد بهذه المبادرة الفردية وفقا لطاقتك يعني، وده اللي احنا عايزينه من الناس. طبعا كنا نتمنى انه في حد يستطيع انه يبادر يعني ويتحمل كل هذه الاعباء، لكن انا بشوف انه من الافضل انه يتم تجزئة الحماس بهذا الشكل، لان ده معناه ان المجتمع كله متحمس. لا احنا كلنا واحد، والناس اللي قاعدين من المهندسين اللي قاعدين مع حضرتك دولت احنا ناس بنعتز بيهم، والناس دي واجهه لينا كلنا يعني. الله يخليك، بتوجه ليك بالشكر، وهتسيب بس تليفونك في الكنترول وهم هيقوموا بالاتصال بيك بعد الحلقه على الفور. الف شكر. يا عبد الله، يعني انا طبعا هنا محتاج الكلام اللي اتقال انه يبقى عندي الدولة تعمل حتى مظلة تعفينا وتقينا من انه كل حالة نطلع كده نقول للناس تحمسوا. اعتقد انه لو في مظلة او مؤسسة ده هيسهل عليكم، لو في مؤسسة تحتضن وتمول، لان انا بمول عقولا يعني، هتبقى في النهاية كنوز في المستقبل لمصر. لو وجدت مؤسسة ده أفضل يعني. طبعا كلام طبعا كل حضرتك بتقوله صح. الاهتمام بالتعليم هو سمة رقي المجتمع. الاهتمام لوحده طبعا لازم يكون في جهات أو وزارات معنية، اللي أنا أهتم مثلا بالبحث العلمي أو أهتم باللي احنا بنعمله. وطبعا التعليم هو ده رقي البلد إن شاء الله. احنا ممكن بعد ما نرجع من السفر يعني احنا ممكن نعمل العربية دي بعربية مصرية خالصة، تكلفتها لا تزيد عن 25,000 جنيه، بس توفرت المواد الخام والماتيريال بتاعت العربية هنا في مصر. يعني هذه السيارة يمكن ان تتحول الى منتج محلي بتكلفة 25,000 جنيه. ده بيئة يعني تباع للافراد يعني. تباع للافراد، بس اذا توفرت الماتيريال بتاعت السيارة نفسها. طيب في كل الاحوال بتوجه اليكم جميعا بالشكر، وانا اثق انه الناس كلها هتبادر وهتتصل بنا عشان تسفير الشباب لمسابقة عالمية، مسابقة فيها سباق عقول يعني. وبالتالي لما يبقى عندي شباب يمثلون مصر وعندهم هذا التصميم، والتصميم جاهز، والتصميم سيسافر الى الولايات المتحدة الامريكية هيسبقهم خلال ساعات، حصلوا على كل الاوراق المطلوبة بما فيها تأشيرات السفر، لكن يتبقى انهم يبحثون عن تذكرة سفر الى العلم، الى المسابقات العلمية ومسابقات البحث العلمي، تذكرة سفر للولايات المتحدة الامريكية. هننتظر المجتمع الذي يمكن ان يبادر، وحننتظر إذا كان بعض الجهات الحكومية يمكن أن تحتضن هؤلاء الشباب وتعفينا حتى مستقبلا من هذه الحالة، حتى لو في تعاون بين مؤسسات حكومية وبين أشخاص. أعتقد أننا يمكن أن نساعد الشباب على أنهم يستكملوا بعض المشروعات التي صمموها، وأيضا الأبحاث العلمية. بتوجه اليكم بالشكر. عايز اقول حاجه في الاخر بس حاجه حضرتك، انا بطالب وزير الطيران المدني اللي هو ممكن يخفف لنا ثمن التذكره. ما عشان كده انا قلت انه وزير الطيران المدني في صلاحياته حتى يعني التخفيضات المتعلقه بالسفر، اعتقد انه من تلقاء نفسه سيبادر، لاننا نتعامل مع شباب موهوبين يعني لا يطلبون ميزة ولا يطلبون واسطة أو نفوذا يعني،
الناس تطلب انه يتم تسفيرهم للولايات المتحده لتمثيل مصر في هذه المسابقه العالميه، والاكتشاف نفسه سيسافر خلال ساعات. مين؟ انور، استاذ انور من باب الشعريه. استاذ انور اتفضل. الو، يا استاذ انور. استاذ انور، استاذ وائل، ازيك استاذ انور؟ اتفضل. ربنا يخلي شبابنا، والله العظيم انا خسران من بعد الثوره اكتر من 4 مليون جنيه. انا فكره احذيه الايه؟ طب انت لو الوضع مسامح والصفقتين كلهم على حسابي. الله يخليك، الله يخليك. كفايه، ما انا بقول لك وفقا لطاقتك يعني. انا بتبرع بتذكره. طيب، انا بتوجه ليك بالشكر على هذا الحماس الفردي. طبعا احنا هتسيب تليفونك ايضا في الكنترول، هم هيكلموك بعد الحلقه على الفور. بتوجه ليك بالشكر استاذ انور من باب الشعري. طبعا احنا لو قعدنا شويه نواثق ان احنا هنستكمل هذه الخطوات، عشان كده عايزين نسيب تليفون يا جماعه من التليفونات اللي موجوده مع فريق الاعداد اللي يستطيع انه يتطوع ويتبرع ويساهم في سفر 22 شابا الى الولايات المتحده الامريكيه عشان يمثلوا مصر بهذا التصميم. والتصميم سيسافر زي ما قلت خلال ساعات، وهم استكملوا كل خطوات السفر. نحط بس تليفون حد من الاعداد على الشاشه، انه كل من يستطيع عليه ان يبادر بالاتصال بهذا التليفون اللي هنشوفه على الشاشه قبل ما نختم. هنشوف التليفون على الشاشه قبل ان نختم. تضافر المجتمع، نحتاج الى مظله مجتمعيه، نحتاج الى تعاون بين مؤسسات حكوميه ومؤسسات فرديه. وحتى لو انشانا مؤسسه لاحتضان الموهوبين، اعتقد انه هذا هو ما نطمح اليه. بتوجه اليكم جميعا بالشكر، الف شكر. ان شاء الله تتمكنوا من السفر، وان شاء الله هنتابع معاكم، وانا واثق انه الناس هتتضاف. فين يا جماعه التليفون؟ نضع التليفون على الشاشه. ده التليفون اللي اهو البعض اللي عاوز انه يتواصل مع الشباب المخترعين اللي احنا شفناهم، الذين صمموا وصنعوا سيارة مصرية خالصة سيسافرون بها الى الولايات المتحدة الامريكية. مين؟ احنا شايفين رقم التليفون على الشاشة، 0-100-26-22-012. بتوجه اليكم جميعا بالشكر، وهنحاول في كل حلقة ان شاء الله او في كل اسبوع نحتضن مجموعة من الموهوبين. غدا حلقة جديدة ان شاء الله، تصبحون على وطن. وبعد الفصل هنعد لكم المشاهد التي انفردنا بها المتعلقة بإلقاء القبض على الإرهاب الذي قام بتفجير العبوة الناسفة في ميدان الجلاء في الدقي.